العضو خالد سمو الامير خالد بن فهد، هل هو الوحيد اللي يدعم؟ اي بس الامير خالد، الامير خالد حاله خاصه. شوف الامير خالد بن فهد حاله خاصه لانه لم يظهر فجاه. الامير خالد مع النصر من سنوات وعنده موروث طويل من دعم النصر، يعني ليست مفاجاه. ومعروف عن الامير خالد انه رجل كريم بالذات مع النصر، يعني في عشق النصر يعني مشهود له فيه سوابق في سنوات ماضيه، كان دخل لارقام عاليه جدا، فمش غريبه. يعني نقدر نفهم انه هذا الدعم ما في شك. بس انا اورد الامثله يا ابو بدر لاني اقول لك انه الدفع في المملكه العربيه السعوديه مبهم، ولو يعني وهذا ما يجعل الجماهير تتحدث عن 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 وجود مؤامره، عن وجود دعم خفي، عن وجود مو الجماهير والله حتى الاعلام يتكلمون للاسف الشديد، يعني حتى الاعلاميين يتكلمون عن وجود دعم خفي. والبيئه عندك والبيئه عندك خصبه، يعني الجمهور لو تشرح له تعطيه راس الخيط، يعني مش كل الجمهور طبعا، بعض الناس تعطيه راس الموضوع انه في مؤامره، البيئه جاهزه لتلقيها. صحيح. يعني اذا عارف المناخ العام في القطاع الرياضي جاهز لفكره وجود، زي كانت القصه اللي كانت السنه الماضيه ويمكن ماجد يشاركني فيها، كان في فكره انه انديه الاتحاد والاهلي راح تنهار وان القوه راح تكون للهلال والنصر وانضم لهم الشباب. السنه هذه يقول لك لا الاتحاد والاهلي بيرجعون. طيب اذا المؤامره ما كانت حقيقيه يعني. صحيح، بس بقول شغله، بقفل بشغله او بختم بشغله. ليس المال ليس كل شيء، المال لا يجلب لك بطوله، المساله فيها تراكمات، فيها حسن اداره، فيها فهم لظروف اللعبه نفسها. الفيصلي العام الماضي بطل، الفيصل من اقل الانديه صرف، من اقل الانديه ميزانيه، من اول الناس اللي يمكن حققوا الكفاءه الماليه. بالتالي مع ان انديه كبيره عجزت. الفيصل التعاون مضرب مثال يا ابو بدر. التعاون ايضا، انا اجيب امثله مو بشرط اني اعد الكل يعني، لكن انا اقول انه تعجبني الملعب دائما تعجبني قسوتك، اعطيله على راسه لا تسكت له. ايوه ابو بدر ادخل علينا، احمد الفيت داخل حامي، تبر روحك يا كابتن. العام يتهاوش معي السنه هذه مع احمد الفيد. ايوه اديله. لا انت، انا ما ابغلنت. انا ما ابغلنت. عاد انا احب الاهلي والاهلاويين صراحه. الله 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 الله، انت حبايبك واجد. قلبك قفلتها عليه، قلبك فندق. قفلتها عليه يا ابو بدر، انت قفلتها عليه بدايه الموسم. اتفقنا ان اسمه احمد الفيد مو ابو بدر. ابو بدر دخلت لي على لقبي لو سمحت، لو سمحت، ترى معنا الناس بالاذاعه. خلينا